ارجوك ما تغلطش غلطتي النهارده ان شاء الله. هنشوف اهم الغلطات اللي حصلت بالواقع العملي اثناء الانترفيو، ومش قصدنا ان احنا نشهر بحد او نهزر، قصدنا ان احنا نتجنبها بعد كده. اول غلطة بتحصل ويعني من تجميع كذا واحد سألته الكذب، تمام؟ يعني انا قبل كده واحد جالي عايز يشتغل، فبص في السي في بتاعه، هو مهندس كهربا، وبص في السي في بتاعه كاتب لي تسليح. تسليح ايه؟ reinforcement. فبقول له انت تعرف التسليح وكده؟ قال لي تسليح ايه؟ قلت له انت كاتب كذا وكاتب حاجات في المعماري وحاجات في انشائي في البس فيه. قال انا جايبها من على النت. فقلت له اهلا، بس كده الانترفيو خلص. ان انت ما تكتب حاجه كذبه في السي في بتقفش على طول. انا على طول بمسك السي في، هو اصلا المفروض الانترفيو مفروض يعني ان انا الاسئله بتبقى مركزه على الحاجات اللي انت كاتبها في السي في. فلو انت كاتب حاجه هلقطها واكلمك فيها. يعني في واحد كان كاتب مثلا ان هو شغال في بيم ليفل 3 مفيش حد اشتغل فيه، فسالته قال لي معرفش ايه ديت. يعني واحد تاني جلو 360 كان لسه نازل، فقلت والله ده لو فعلا شغال عليه تعال اشرحه لي وانا عينك النهارده. بس طلع ما خدها برضه من على النت، هو كان شغال نفس وركس وما شغلش جلو 360. المهم يعني بتتقفش على طول الكتابات. ممكن واحد يقول انه شغال مثلا في شركه معينه 10 سنين، شركه اعرف الناس شغاله فيها بالتليفون، بعرف هو ضرب الموضوع ده ولا لا. اهم حاجه ما حدش يكتب، تمام؟ في برضه سؤال الناس بتعتقد ان هو رخم، بس هو مقصود ايه هي نقاط الضعف ونقاط القوه اللي عندك؟ واحد يقول لا انا ما عنديش. لا، ما فيش حد ما عندوش. انا اللي بعمل لك انترفيو، عندي تقريبا اخر مره كان حاجه و80 غلطه نقطه ضعف لا، بتقول له والله انا عندي نقطه ضعف مثلا اللغه الانجليزيه وباخد كورسات بعالجها، فتذكرها وتقول له لا انا عارف من زمان انا عندي الغلطه دي وبصلحها، تمام؟ لان في بعض الحاجات ما ينفعش نشغلك لو العيب ده عندك. يعني ممكن يكون مثلا ان انت بتعصب وانت شغال خدمه عملاء، فما ينفعش. ممكن اقبلك في العصبيه دي في حاجه تانية، تمام؟ قول لي مثلا انا عصبي بس بدات اعمل كذا كذا عشان اعالجها، نقدر نشوف ايه الحلول ونبدا نتناقش فيها. من الغلطات برضو ان انت تروح تعمل انترفيو في شركه وما تقرش عنها. خش على موقع الشركه، قلب في الصفحات بحيث يبقى عندك معلومات ايه شغاله في ايه، المشاريع شغاله فيها. لما تروح شركه ويقول لك طب ايه المشاريع اللي شغالين فيها او ايه اللي عاجبك في شركتنا، ما احسش ان انت بتدور وخلاص. لا، قول له والله شركتكم مثلا فيها ميزه انها مثلا شغاله في مشاريع نادره شويه، مشاريع مثلا كبيره، لا انها شغاله في حاجات حكوميه، خد منها خبره. من الغلطات برضو لما يسألك انت عايز ايه، فتقول له والله انا مرتب الحقيقي كذا. ليه دي غلطة؟ لان هو اللي بيحصل ان هو بيقولك انت بتقبض كام؟ بتقبض مثلا اكس، هديك اكس زائد بوينت وان. هو لو يقدر يديك الاكس بالظبط، بس هو بيديك اغراء ايه تنتوفة كده، تمام؟ لا، قول له انا عارف ان الشركة دي كبيرة وليها اكيد تقييم، فانا عايز اسمع التقييم منكم مهما كان. حاول ما تقولش رقم بتاعك، تمام؟ لان هو انت بتقبض كام؟ حاجه من الاثنين، لا اما تكذب، وانا ما افضلش حد يكذب حرام، لا اما تقول الصدق، تمام؟ وساعتها هيزود حاجه بسيطه. انت بتقبض كام؟ انا بقبض 1000، هديك 1000 وبريد وربع جنيه. طب وانا اسيب شركتي لشركه تانية او اسيب بلد؟ واحد كنت انا شغال في قطر، واحد جايب لي بيتكلم على حاجه في الامارات بتاخد كذا، طب انا هديك مبلغ تافه عشان من دوله لدوله ما يستاهلش اصلا، تمام؟ لان لو دخلت المدير هيقول لي هديك قد 5 6 مرات الفرق دوت وخليك قاعد. فيعني قدر الامكان ما تقولش المرتب مهما قال. لا، اقول له لو سمحت يعني انا عايز اعرف، المفروض لو انا شغال في الوظيفه دي اكيد انت عندك شركه كبيره وعندك تقييمات، فانا عايز اعرف انتوا بتقيموا بكام او المفروض ان اخد كام عندكم. من ضمن الغلطات برضو اللي عندك كاتبها ان هو داخل على لجنه المقابله مع فطور، يعني توصيله مع السكرتاريه. طيب حتى يعني من ضمن الغلطات برضو ان انت تقعد تفتي في حاجه ما تعرفهاش. يعني حاجه هو سالك سؤال وانت ما تعرفهاش خلاص. يعني ليه واحد صاحبي مهندس كهرباء ودخل الانترفيو تحفه، يا اكتسح بكل المقاييس، يعني كلهم بقى سقفوا له، تمام؟ ففي الاخر خالص الراجل يعني من ضمن الحاجات بيساله يعني ايه تشيفك؟ تكييف، هيتنج، فنتليشن، اير كونديشن. فهو راح قال له هاي فولت، ويعني راح مفسره تفسير كهرباء كلمه مش موجوده اصلا لا في الكهرباء ولا في التكييف. فقال له لا، احنا مش عايزين حد بيفتي.
من ضمن الغلطات برضو ان انت يسألك ايه الحاجة انت سبت الشركة ليه، فتروح قال لا ده كلهم شوية بهايم هناك ما فهموش. هو بيسألك عشان يشوف انت لما هتيجي عند الشركة وتسيبها هتقول ايه عن الشركة بتاعتنا، فهو مش هيجيب حد يكون بيشتم. ف لما تقول مثلا حاجة تكون ما بتعبش في الشركة تمام، بس ما تقولهمش انا زهقت من الشركة، ما انت هتيجي عندنا سنتين وتزهق وتمشي. لا يعني في اكيد حاجات كتير حقيقيه، بس دور على اسباب حقيقيه وفي نفس الوقت ما تكونش فيها شتيمه لا للشركه ولا ليك. في برضه من ضمن العيوب، في واحد كان بيعمل انترفيو والمدير بيديله كارت بتاعه فما خدش باله ونسي وقعد يسلك بسنانه، فكان شكلها وحش. المفروض انت بتاخد الكارت تبص على الاسم كده باهتمام وبتاع وتقراه وبعد كده تحطه معاك وتحتفظ بيه. يعني انك تروح وانت متأخر، يعني انت معادك 8 وجاي له 8 ونص ولا جاي له 9، خلاص هو عارف ان انت مش هتلتزم بالمواعيد، فدي بتبقى نقطة سيئة في السي في. الا لو وضحت له انا مثلا حصل كذا سبب حقيقي من غير ما تكذب، لان الكذب مرفوض في اي حاجة تمام. ما ينفعش مثلا تكون في تركيا وتقول له معلش عشان في عربية نقل وقعت على المحور وكنت انا جاي من الدائري. ما فيش هناك محور وما فيش دائري وما فيش طوب بتنقل بالعربيات نقل يعني. فما تكذبش وقول سبب حقيقي، معلش والله حصل كذا 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 باسباب حقيقية. من ضمن برضه الاخطاء ان انت تركز على نفسك، ان انت عمال تقول انا 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 انا، لا ركز على شغلك، ركز ايه اللي ممكن تقدمه للشركة، ده هيكون ليه تأثير ايجابي على الشركة. برضو من ضمن الحاجات ان انت متردد في الاجابة او متسرع في الاجابة، يعني هو سألك سؤال فانت بتجاوب قبل ما هو يخلص السؤال، فده برضو مؤشر او غلطة فظيعة. او ان انت تلف حوالين الاجوبة، هو بيسألك سؤال فانت عمال تلف وتدور، لا خليك مباشر وجاوب على قد السؤال. من ضمن الاخطاء برضو ان انت تتسوى الوظيفة وتقعد تشحت معلش بقى انا عندي ولاد ومراتي في الجيش وحاجات زي كده. لا تمام. برضو ان انت اول ما تبدا تتكلم عن الراتب ده غلط، يعني اول ما تفتح تقول له انا عايز 7000 جنيه و8000 جنيه، لا لما يشوف انت هتقدم للشركه قد ايه واشوف بعد كده المرتب قد ايه، فلازم المرتب ده في الاخر. يعني دي اهم الاسباب اللي الواحد اراها، ومنتظر اسباب اخرى منكم في التعليقات على الفيديو.